من لا يرغب بتزويج ابنته يدفع مهرها، ومن لا يرغب ببيع لاعبيه يضع شرطاً جزائياً خيالياً. ويبدو أن نادي برشلونة متمسك بلاعبه المغربي الأصل لامين يامال. فالنجم الشاب الذي لا يتجاوز 16 من عمره جدد عقده لغاية 2026 مع نادي برشلونة، إلا أن المفاجأة في بند من بنود العقد المتعلق بفسخه. إذا اشترط النادي مبلغ 1 مليار يورو كتكلفة يجب دفعها في حال أراد أي نادى انتقال لامين إليه قبل نهاية العقد. هذا الشرط هو نتيجة للاهتمام المتزايد من مختلف الأندية الأوروبية لضم يامال، الذي يعد أصغر هداف على الإطلاق والأصغر في تاريخ النادي. بالنسبة لمدرب برشلونة تشافي هرنانديز، فإن لامين أصعب تحدي يجب على النادي الحفاظ عليه من الإصابات وأيضاً المنافسين.